احمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في الحلقه السابقه عن كارثه الحسد وهذه الكبيره التي تعصف بقلب الانسان، والمسلم لا يعرف هذا المرض، وان كان موجودا فلا بد ان يبحث له عن علاج، وهذا مدار حديثنا في هذه الحلقه ان شاء الله رب العالمين. الكل يعلم ان الحسد نوعان، حسد محمود وحسد مذموم وحسد محمود. الحسد المذموم والمحرم هو ان تتمنى ان تزول النعمه عن المحسود وان يلحق الضرر به، سواء تصل اليك هذه النعمه او لا تصل. اما الحسد الجائز فيسميه العلماء الغبطه، وهو ان تتمنى ما عند الغير، مثل ما عنده، من غير رغبه في زوال النعمه التي عند هذا الانسان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا فتنتين. يعني الحسد الجائز لا يكون الا فتنتين: رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار، هذا اقول اتمنى ان اكون مثله، فسمعه جار له فقال: ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. أخرجه البخاري. إذن الإسلام حذر من الحسد، وقد يحض على الغبطة. الغبطة أن أتمنى أن يكون لي ما عند، يعني مثل ما عند فلان، دون أن تزول النعمة. اما يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه انه لما شرع الاخلاق وربطها يعني بالشريعه وربطها بالايمان وربط هذا الخلق بالايمان، جعل المسلم سبحان الله لا يعني قضيه دخول الحسد الى قلبه يعني لا يجب ان يكون. ليه؟ لان الاخلاق هي ثمره حقيقيه للايمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ان الانسان سبحان الله من فضله سبحانه وتعالى، من فضل الله على عبد ان يرزقه اخلاقا حسنه، فلا يعرف الحسد الى قلبه سبيلا. ليه؟ لان الله عز وجل قسم الاخلاق وقسم الارزاق في الازل، قسم الاخلاق وقسم الارزاق، وامرنا بالاخلاق الحسنه وحذرنا من ضدها. فالشرع الحنيف ما شرع الا لان يكون الانسان صاحب خلق محمود يتخلق به بين الناس. كونوا مع الناس حتى اذا متم ترحموا عليكم، وان غادرتموهم حنوا اليكم. فالانسان المسلم من الواجب ان ينتظر الاجر والثواب الجزيل من رب العباد سبحانه وتعالى، ويبعد الحسد عنه. لان الحسد الله حرمه ومنعه بين الناس، لان اول شيء فيه سوء الظن بالله عز وجل. واحد حاسد يعني عنده سوء ظن بالله والعياذ بالله رب العالمين، وعدم ثقة بما قسم رب العباد سبحانه وتعالى في الناس، وهذا من اسباب علاج الايه؟ علاج الحسد. فان الناس ان يحث الناس بعضهم على بعض على التنافس، انما التنافس في الخير، حثهم على محبة الخير لانفسهم ولذويهم. فالحسد هو كراهية الانسان الحاسد الخير الذي عند الناس، سواء من فضائل اخلاقية او من غيرها سبحان الله. ولذلك الحسد نجد انه مراحل ثلاثة. المرحلة الاولى اول شيء اتأمل في القلب، يعني شيء من الامل موجود داخل القلب، ان ايه؟ ان انا عايز اكون كفلان، خلاص، واعظم الامر الذي في يد فلان، واتمنى ان يكون يعني هذا صاحب النعمة دي هو اقل من ان تكون عنده. دي المرحلة الاولى اللي تحضر الايه؟ الحاسد. المرحلة الثانية تكمن فيها او تكون فيها الخطورة، هو ان يتمنى الحاسد ان تزول النعمة عند الاخرين. ده حسد بغيض والعياذ بالله، والنجاة منه يكون بالتدريب وتعويد النفس على ايه؟ على حسن ايه؟ على حسن الاخلاق. ندخل في المرحلة الثالثة، هي اصعب المراحل، لانها تدخل بالانسان في دوامة لا يخرج منها سالما معافا ابدا. ليه؟ وهو ان يسعى هو في ان تزول النعمة عند الاخر، ويروح للمدير يقول عليك كذا، ويروح للمسؤول يقول له كذا وكذا، يشحنه كي ايه؟ كي يطرد هذا من العمل، او ايه؟ من النعمة التي هو فيها، عندئذ يخسر الدنيا والاخرة. دي مسألة توصيف الايه؟ توصيف الايه؟ الحسد. اما
كيفية العلاج وكيفية الخروج من هذا المأزق هو أنه طبعا هو باب من أسوأ أنواع القبائح الموجودة والرذائل الموجودة في القلب. كيف علاجها؟ هذا مدار حديثنا إن شاء الله رب العالمين، لأننا ما رأينا حاسدا وكان له أثر طيب في هذه الحياة، إنما الحسد صفة سيئة يجب أن تزول من مجتمعاتنا حتى تأمن مجتمعاتنا بالخير وفي الخير إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، كيف نعالج هذه المصيبة الكبيرة وهذه الآفة الكبيرة؟ هذا مدار حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبخر الحسد من قلوبنا وأن يجعل قلوبنا رضية بما قسم الله لنا في هذه الدنيا. إن ربنا على ما شاء قدير. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.